قضية انه يبدلون المواد الغذائية باموال، لا، هذا الشيء يضر مضرة كاملة للفقراء، للمحتاجين. مثل ما تعرفين ست سحر، الطبقة الوسطى قد انتهت عندنا. احنا عندنا هسه غني وعندنا فقير تحت خط الفقر، وده نوصل الى حدود ال 13 مليون تحت خط الفقر. فبالتالي راح تصير مضرة، راح يصير تلاعب بالاسعار، وهاي اللعبة، بالاسواق العراقيه والاقتصاديه هي لعبه محتكه ومتحكمين بها السياسيين، على اعتبار احنا مثل ما نعرف احنا التجاره من تستورد تنطي العقود للشركات اللي تابعه للسياسيين، والمخدرات من تدخل لنا يروحون هم نفسهم السياسيين مافياتهم يدخلون المخدرات، والنفط من يصدر، والاسفلت، وكل مفاصل اللي تحتك بها المواطن هي متعلقه بهم. هم كلهم هسه شبيهين بعدي صدام حسين. عدي صدام حسين كان يقول بطاقتنا التموينيه ضاعت، وانا هذا الشيء شفته بعيني، واللي يلقاها الى كذا مكافاه. بالوقت نفسه كان هو يتحكم شارع الكفاح وبالاقتصاديات وبالجقاير ويتحكم بكل شيء. فلهذا احنا بالوقت الحاضر وهذا الملف وقضيه السله الغذائيه هسه عليها مطحنه. شلون وعلى اي اساس ممكن يكون المافيات القديمه اليوم جاي تضرب المافيات الجديده على اعتبار تبدلوا وجو غيرهم، فيحاول تصير عمليه تصفيه.